اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه نكمل سلسله فيديوهات توعيه صحيه اللي بتناها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفنا يا جماعه القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات الخاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناه، نفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. اكثر من 75% من مرضى ثنائي القطب ما بيلتزموش بالبرنامج العلاجي الدوائي لاسباب مختلفه. حوالي 50% بيتعافى خلال 6 أسابيع بعد إدخالهم المستشفى لأول مرة، 98% نسبة التعافي خلال سنتين، 72% اختفت عندهم أعراض المرض، 43% تعافى من الجانب الوظيفي ورجع لمهنته ووضعه الاجتماعي السابق، 40% عانوا من نوبات متجددة من الهوس والاكتئاب خلال تلك السنين، 19% ظهر لديهم حالة في تناوب في أطوار المرض دون الوصول لحالة الشفاء الكامل. فالنهاردة يا جماعة هنعرف طرق تشخيص المرض، إمتى يجب زيارة الطبيب وطرق الوقاية، وكيف يتم علاج مرض اضطراب ثنائي القطب، وكمان هتعرفوا أكتر خطأ طبي يرتكبه الأطباء في وصف الأدوية النفسية لمرضى ثنائي القطب. خليكم معايا ولكن بعد الفصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، واهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هي طرق تشخيص مرض ثنائي القطب؟ بيتم التشخيص بناء على اعراض المرض اللي ناقشناها بالتفصيل في الحلقه السابقه، لكن يجب التمييز بين الهوس والهوس الخفيف بمده الحاله. الهوس الخفيف يا جماعه بيبقى اقصر وما بيصاحبهوش اختلاف في الوظائف، وممكن تستمر نوبه الهوس من 3 ل 6 شهور، اما نوبه الهوس الخفيف مدتها 4 ايام وممكن تستمر مع بعض المرضى من عده اسابيع لعده اشهر. وممكن يقيس الدكتور شده واعراض الهوس بمقياس يونج لتدرج الهوس. الهوس الخفيف يا جماعه يعتبر حيله من المريض او حيله من الجسم دفاعيه ضد الاكتئاب. الفرد فيها المصاب او المريض ثنائي القطب بينكر خلالها حدوث اي امر خاطئ. اما الحاله الاكتئابيه الكبرى المصاحبه لمرض ثنائي القطب ممكن تستمر من اكتر من اسبوعين لاكتر من 6 شهور، ولا تزال الاليه الحيويه المسؤوله عن التحول من نوبه الهوس لنوبه الاكتئاب وكذلك العكس اللي في الاتجاه المعاكس غير مفهومه بالكامل. يجب معرفة كل الأعراض من المرضى المصابين باضطراب ثنائي القطب، يعني لازم الطبيب يتكلم مع المريض بنفسه، معرفة السلوكيات الغريبة الملاحظة من أفراد العائلة أو الأصدقاء أو زملاء العمل. الأم يا جماعة بتكون أكثر دقة في تقديم المعلومات عن المصاب. في أعراض بيشخصها الطبيب النفسي بالحديث مع المريض، يجب معرفة التاريخ المرضي والتاريخ العائلي. ممكن الطبيب يطلب اختبار دم او بول لاستبعاد اي اضطرابات اخرى للتحقق ان هو ما بيستخدمش مثلا او بيسيء استخدام للعقاقير والمخدرات والكحول. بنعمل وظائف الغده الدرقيه للتحقق من وجود اي اضطرابات بيها من عدمه. عند الاصابه بالمرض مع اضطرابات تعاطي المشروبات الكحوليه او اي نوع من الادمان، ده ساعتها بنسميه التشخيص المزدوج. بنعمل تصوير بالرنين المغناطيسي MRI والاطلاع على التقارير الطبية لاستثناء أي مسببات أخرى. يمكن عمل تخطيط أمواج للمخ لاستبعاد الاضطرابات العصبية الأخرى زي الصرع. أعمل CT اللي هو Computed Tomography، إشعة مقطعية لاستبعاد وجود أي مشكلة في المخ. لكن خلي بالكم يمكن أن يتأخر التشخيص الصحيح مدة من 5 ل10 سنوات بعد بدء الأعراض. طيب متى يجب زيارة الطبيب؟ للأسف مريض ثنائي القطب يستمتع بمشاعر النشوة والدورات اللي بيكون فيها أكثر إنتاجية، لكن اللي ما يعرفوش إن في ضرر بيتبع تلك الدورات بسبب عدم الاستقرار العاطفي، هيدخله في انهيار انفعالي وبعد كده يدخل في اكتئاب شديد، هيخليه ياخد قرارات غلط تدخله في مأزق مالي أو قانوني أو متعلق بعلاقة شخصية جنسية مسيئة لسمعته. يجب زيارة الطبيب عند ملاحظة أي من الأعراض اللي ناقشناها بالتفصيل في الحلقة السابقة. أنا هحط لكم الحلقات السابقة بتاعت اللينكات بتاعتها أسفل الوصف بتاع الفيديو عشان الناس ما تتوهش في الحلقات. المرض صعب؟ المرض صعب. طب هل في أي طرق للوقاية منه؟ الابتعاد عن الأدوية بدون أي إشراف طبي، وده الكلام اللي بقول الأدوية يا جماعة للاستعمال الطارئ فقط علشان ما يحدثش اختلال في كيمياء المخ. الابتعاد عن الكحول أو النيكوتين السجاير. التدخين يا جماعة سواء تدخين إيجابي أو سلبي. أقلل المشروبات بتاعة الكافيين في الحدود من 1 لكوبايتين في اليوم، غير كده لا. التعرف على مسببات وعلامات نوبات الاكتئاب أو الهوس
والانتباه للعلامات التحذيرية لعلاج الأعراض مبكرا قبل زيادة حالات النوبات سوءا. أمارس التمارين الرياضية وأخطط للأنشطة اللي بستمتع بيها وبتمنحني الشعور بالإنجاز، الحصول على مزيد من النوم، وأقلل عندي التوتر، وأحيط نفسي بأشخاص فعلا مدعمين ليا مش محبطين. العلاج النفسي المساعد للتعامل مع الاكتئاب وتقديم المشورة بشأن تحسين العلاقات مع الآخرين، اتباع نظام غذائي صحي سليم طبقا للحالة الصحية للمريض. للأسف يا جماعة هناك مشاكل منتشرة متعلقة بالوصمة الاجتماعية والأحكام المسبقة للتعامل مع مرضى ثنائي القطب. لذلك قامت كيريد فيلد جيمسون، دي طبيبة نفسية سريرية وبروفيسورة علم النفس في مدرسة جونز هوبكنز الطبية، بتمثيل حالة إصابتها بالمرض ووصفتها في مذكراتها الذهن المضطرب سنة 1995. أيضا قامت الكاتبة كريس جوزيف بوصف حالة صراحها مع اضطراب ثنائي القطب. لأهمية هذا الاضطراب عايز أقول لكم، جرى تمثيل حالات الاضطراب ثنائي القطب في الأعمال الدرامية زي فيلم مستر جون سنة 1993 وفيلم ساحل البعوض، أيضا مسلسلات زي إيست إندرز وبروكسايد، أيضا شخصية ويلي لومان الشخصية المحورية في مسرحية موت بائع متجول للكاتب أرثر ميلر أظهرت أعراض المرض عليه. مشكلة الأمراض النفسية إن الأشخاص بيعتبروها سر عائلي، لكن عايز أقول لكم إن قامت المغنية روزميري كلوني بالكشف علنا عن إصابتها بالاضطراب ثنائي القطب، ودي كانت من المشاهير الأوائل الذين تكلموا عن الاضطرابات النفسية. طيب يا جماعة، كيف يتم علاج مريض ثنائي القطب؟ أنا هكلمكم على طرق العلاج المتاحة لمريض ثنائي القطب. إيجاد أفضل دواء لعلاج أعراض ثنائي القطب بيتطلب المرور ببعض التجارب والفشل مع الأطباء. يتم وصف هذه الأدوية. أول حاجة عقاقير تثبيت الحالة المزاجية زي الكاربامازيبين، وده أنا عملت فيديو قبل كده عليه، هحط لكم لينك الفيديو بتاعه أسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان منها أدوية الليثيوم، حمض الفالبرويك، ثنائي فالبرويكس، الصوديوم، اللاموتريجين، ودي هننتظر فيديوهات قريبة ليهم إن شاء الله. كمان يا جماعة بيصفوا مضادات الزهام، اولانزابين، ريزبريدون، إكويتابين، أربيبرازول، ألبرازولام، والديازيبام. كل الفيديوهات دي يا جماعة كل دواء منهم اتعمل عليه فيديو، هحط لكم اللينكات بتاعتها أسفل الوصف بتاع الفيديو. ايضا في منها حاجات زي الزبراسيدون واللوراسيدون واللورازيبام والتريبتوفان والكاريبرازين والسينابين، ودي هيتم عمل حلقات قريبة عنهم. بعض الاطباء بيصف ادوية مضادة للاكتئاب زي التوبيراميت والجابابنتين والكلونازيبام، ودي عملت عليهم فيديوهات، كل لينك لهذه الادوية هحطها لكم اسفل الوصف بتاع الفيديو. كمان من ضمنها الكلوزابين والسياجابين وترانسيكلوبنسيزول، ودي سوف يتم تقديم حلقات مفصلة عن هذه الأدوية لاحقا. بيتم استخدام مضادات الاكتئاب مع عقاقير توازن الحالة المزاجية أو مضادات الذهان عشان يعالجوا اضطرابات ثنائي القطب، رغم ان هي بتسبب هوس أو تغير سريع في المزاج لدى المرضى، زي دواء سيمبايكس اللي بيحتوي على المادتين فلوكسيتين كمضاد الاكتئاب والأولانزابين مضاد للذهان، وانا هحط لكم لينك فيديو عن كل مادة فيهم. لكن في نوبات الهوس يا جماعة يفضل بالتوقف عن استخدام مضادات الاكتئاب، وهنا تكمن المشكلة اللي انا قلت لكم عليها، لان الطبيب بيصف ادوية اكتئاب في صورة روشتة والمريض بياخدها يوميا، فممكن اثناء نوبة الهوس هو ملتزم بجرعة العلاج، يمكن ان تأتي نوبة الهوس ولا يتواصل المريض مع الطبيب ويستمر في تناول ادوية الاكتئاب، وده هتزود عنده حدة نوبة الهوس. لذلك استغرب استغراب شديد جدا على من يدعي ان الدواء هو اساس علاج اضطراب ثنائي القطب، فكيف يمكن لادوية تسبب لخبطة وتغيرات كيميائية في الجسم ان تعالج اللخبطة الكيميائية والعوامل المتعددة في علاج اضطراب ثنائي القطب؟ الحل ايه؟ اجراء مقابلة او تواصل مع الطبيب النفسي بالاشتراك مع الاقارب او الاصدقاء، ولكن بموافقة المريض، ما يبقاش بالغصب عنه وليس بالاجبار، ليه؟ ليتمكن المعالج من التوصل للمعلومات الإضافية الهامة. بنعالج العلاج النفسي اللي هو السايكوثيرابي، اللي هو زي ما بيسموه العلاج بالكلام، العلاج السلوكي المعرفي كوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، علاج الإيقاع الشخصي المتناسق اللي هو الانتربيرسونال والسوشيال ريتم ثيرابي، التثقيف النفسي السايكو إديوكيشن، إن المريض يسمع فيديوهات عن اضطراب ثنائي القطب، العلاج السلوكي المعرفي والعلاج العائلي، والتربية نفسها ليها أكبر دور من النجاح في الحماية من الانتكاس من مرض اضطراب ثنائي القطب. مشكلة مريض ثنائي القطب اعتقاده
بانه ليس لديه اي مشكله، ان علاج مرضى ثنائي القطب اشبه بعلاج الجرح المفتوح يا جماعه. كل ما نفعله هو تضميد الجراح وتهيئه التعافي تلقائيا بدون اي تدخل. من له اذنان للسمع فليسمع. متابعات الامراض النفسيه تتم بمعرفه الاسباب، عوامل الخطر، ونمنع الاسباب دي وعوامل الخطر، ونهيئ الظروف لتعافي الجسم تلقائيا بدون اي تدخلات كيميائيه خارجيه. لذلك بحذر، احذروا الاستخدام العشوائي للادويه، فهي ليست للاستخدام العشوائي بل للاستخدام الطارئ فقط. ومن يظن ان تناوله لاي دواء هيعدي على جسمه خلاص، انت محتاج تراجع نفسك. انتظروني في حلقات قادمه عن الادويه النفسيه. أرجو مشاركة تجاربكم أسفل الفيديوهات، ولا تنسوا متابعتي على صفحة صحة وتخسيس على فيسبوك وعلى قناة التيك توك والكي واي باسم دكتور حنس حشمت لمزيد من الفيديوهات القصيرة حول الصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. لو عجبنا الفيديو يا جماعة ما ننساش نضغط لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس، وما ننساش نشير الفيديو لكل الناس عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كان معكم دكتور حنس حشمت. ألف